حط لي باب هنا وحط لي باب هنا، يا سلام. ايوه نخرج من هنا. ليه ابغى اسوي اربع غرف في هذه الجنب؟ ايوه لا يخليها كيف الطرف، خليها في الطرف، ما ابغى. لو ما يجي صدق لازم اجيبها اثنين هنا، نجيبها اثنين هنا. طيب ونحط لي غرفة الى هذا الطريق. ايوه عندنا ما شاء الله غرف مرة كثيرة، يا سلام يا سلام. وهنا نحط لي كمان ايش، اربع غرف، اربع غرف في هذه المنطقة. ايوه هنا هنا، وحطينا يا قاسم مكان في الوسط فاضي. حياكم الله اعزائي المتابعين في الحلقة الثامنة من لعبة بلانت كرافتر في تحديثها الجديد. اللي ما شاف الحلقات السابقة انصحه يشوفها، يحصل الرابط حقها في الديسكريبشن عشان يفهم نحن ايش قاعدين نسوي. المرة هذه باذن الله لازم نسوي صاروخ عشان نزود الضغط والحرارة في الكوكب، لانه زي ما انتم شايفين الحركة سايرة مرة بطيئة. نحن لسه في الموية السائلة وما وصلنا للليكس، وشوفوا كيف الاكسجين بطيء والهيت بطيء والبريشر بطيء والبيوماس بطيء، فلازم نسوي صاروخ عشان نسرع هذه الاشياء. يلا نبدا الحلقه، يلا نبدا بسم الله. طيب انا جيعان، خذ الاكل من هنا وروح اشرب لي مويه من هذه الجهه، يا سلام. وانا عندي فاضي، خلينا نشوف ايش جاتني اشياء. ما جات اشياء كثيره. نجي عند البيت هذا، ايوه نجي عند البيت هنا نبغى ان خلينا ناخذ هذه كمان. خلاص البيت هذا ابغى اشيله بصراحه، ابغى اشيله. طيب ايش يبغى لنا الصاروخ؟ مره مهم دحين، يبغى لي ثلاثه اللوي، ثلاثه اللوي، لازم نشتغل على اللوي. هات 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 اللي هنا، هات الالمنيوم وهات الالمنيوم، مره مهم الالوي. ونجيب الكوبالت والمغنيسيوم كله حنحتاجه، لازم نسوي سوبر الوي، ثلاثه سوبر الوي. شكلنا والله اعلم هي هذه واحد. يبغى لي سيليكون، يبغى لي السيليكون. فين السيليكون يا حبيبي؟ معقولة المكان هنا ما عندي ولا سيليكون؟ إلا شوف في سيليكون، في سيليكون هنا، ثلاثة سيليكون. إيش بو قاعد يرقص فجأة كذا؟ يرقص معايا، شوف تك 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 تك. أنا فاضي لك خلاص. ضغط زر، ما أعرف الزر اللي ضغطته، شكل رقم واحد فصار يرقص معايا. وهذا اثنين، وبقي لي حديد ونسوي رقم ثلاثة. حديد أنا أول هنا لما جيت سويت. اوه المنطقة هنا صغيرة، يا الله يا قاسم ما توقعتها كذا صغيرة. طيب هذه يبغى لنا نسوي ارضيات هنا، نسوي ارضيات جميلة. فين فين؟ لا خلينا ناخذ الحديد اول شيء. ارضيات يبغى له حديد، ايوه شوف الحديد هنا طايح في الارض. خذ خذ، اوف طاح عندي كمان هنا سوبر اللوي شكله. هذا واحد حديد وهذا اثنين حديد، وسوي لي يا سلام يا سلام، سوي لي الصاروخ كذا، ايوه حط لي مكانه. وانطفت الكهرباء يا حبيبي، انطفت الكهرباء. شوف الصاروخ فين مكانه، فوق، غيروا شكله صح؟ يا الله شوف هذه الاشياء كلها لازم نسويها، لازم نسويها. طيب خلينا نسوي الطاقة الذرية، نبغى لنا اثنين سوبر الوي، اثنين سوبر الوي، عندي واحد، اشوف اذا اقدر اسوي الثاني، اجيب الاشياء المطلوبة عشان اسوي الثاني. هات اللي عندك، كل اللي عندك اشتغل. والله المشكلة الطاقة غلقت الحين، يبغى لي واحد يورانيوم رد. من فين اجيب اليورانيوم رد؟ عندي هنا ولا لا؟ اظن كان عندي واحد هنا، اذا مو في المخازن اللي هنا في الغرفة الصغيرة، اظن حيكون في المخازن اللي في الغرفة الثانية هناك. على الطاقة، على الطاقة. ايوه فين الرد؟ ما في رد الا والله، شايفين؟ قلت لكم انا شفت رد. حلو، نسوي واحد مفاعل. ايوه استنى بس نسوي السوبر الوي، شوف الكهرباء كيف مطفية. سوي لا السوبر الوي، ها يا سلام، نسوي مفاعل جميل، مفاعل جميل. يبغالنا اوف، يبغالنا كمان ثاني سوبر اللوي. نجيب تيتانيوم ومغنيزيوم، اظن هنا موجود تيتانيوم ومغنيزيوم، هذا التيتانيوم وهذا المغنيزيوم. حلو، يبغالنا مويه، يبغالنا نجيب كمان مويه لانه يحتاج مويتين. حلو، نجي هنا ونقول له ادينا مويه، ادينا مويه. طيب ابغى اسوي دحين، خلاص اقدر اسوي. لا فين راح؟ يبغى عندي اثنين مويه، اثنين مويه صح؟ اقدر اسويه هنا، لكن بروح اسويه في القاعده اللي هناك واشوف اذا في اي شيء ثاني اجيبه معايا. ايوه احط لي حق الطاقه هنا، الطاقه هذه بصراحه بخليها. رجعت الكهرباء، رجعت الكهرباء الجميله. في شيء هنا نقدر ناخذه معانا؟ في شيء نقدر، والله هذا لازم ناخذه، الاشياء هذه مهمه. لازم نبدا نسوي ايش؟ الصناديق. لازم نبدا اليوم ان شاء الله باذن الله ونسوي الصناديق. طيب
خلينا نرجع نشوف كيف الوضع لسه. والله الطاقة كيف ممتازة 600 ونحن 711 بيعطينا. طيب طيب لازم نهتم الحين في الطاقة ونسوي الطاقة. خليني بس أسوي لي واحد صاروخ أرفع فيه الحرارة ولا أرفع فيه الضغط أو أرفع فيه الأكسجين، بس خلي العداد عندي يتحرك عشان تفتح معايا الوصفات. إيوة أطلع فوق شوف إيش نقدر نسوي عشان نرفع. إيوة تعال إيش بو إيش بو، إيوة تعال هنا أطلع فوق أطلع فوق يا حبيبي. ليه التعب؟ هذا يزود لي الماب انفورميشن، لا ما ابغى هذا. هذا ايش يسوي لي؟ هذا يجيب ايش؟ يجيب نيازك، لكن الهيت 1000. اوه حلو هذا حلو. هذا الهيت كم؟ هذا يدينا البريشر 1000. وهذا ما في شيء للبيوماس، انا ما فتحت شيء للبيوماس. طيب طيب اظن نجيب واحده من هذول، بس يبغى لنا اثنين سوبر الروي، يبغى لنا واحد روكت، وعندي واحد روكت. خليني الحين ابدا اسوي الصناديق، بصراحه انا محتاج اسوي الصناديق عشان الدنيا قامت تضيق عندي. طيب نجي لهذه المنطقه ونبدا في هذا المكان نسوي فيه الصناديق. هنا هنا نبدا من هنا نسوي الصناديق حقتنا. يا سلام ايوه حط لي ايوه واحد صندوق هنا، ايوه واحد صندوق في جنبه، واحد في صندوق في جنبه هنا. يا سلام سويت مخازن للصبح دحين، لا تقول لي ما في مخازن. طيب هنا ايش نحط مثلا؟ نحط الالمنيوم ونكتب الالمنيوم. يا سلام ايش فتح معايا؟ اوه جينا للشغل الجميل. هذا حق الايش؟ حق الطحالب، لازم نسوي حق الطحالب. ايش الدنيا ظلمت علينا؟ طيب خلينا نشوف حق الطحالب ايش يبغاله. اوه لسه يبغى لنا شغل. خلينا نكمل بس اول شيء الصناديق. ايوه هذا الالمنيوم نحطه هنا، الالمنيوم نحطه هنا. طيب نحط الالمنيوم هنا، حط الالمنيوم يا حبيبي في هذه الجهه. حلو وهنا ايش نحط؟ نحط لك الايريديوم ونكتب عليه ايريديوم. ايش هذا؟ هدري ايش بموت، ابغى مويه 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 مويه. يا الله الدنيا ظلام. تعال خلينا ناخذ واحد مويه لذيذه. يا سلام يا سلام حط هنا حط هنا. طيب ايش قلنا نبغى نسوي؟ نبغى نسوي نحن سوبر الوي، بس خلينا نحن اول شيء نحط الاشياء المخازن هنا. فنكتب هنا الايريديوم، هنا الايريديوم ممتاز. وهنا ايش نقول؟ هنا نحط جوته اليورانيوم، اليورانيوم ها، ونكتب هنا يورانيوم، هنا اليورانيوم ممتاز. طيب ايش يبغى لنا؟ خلينا نجيب المعادن الثانيه عشان بكسر البيت اللي برا هذا قاهرني. خلاص انتهت وظيفته. تعال هنا كلك وتعال هنا كلك. يا سلام خلاص كذا حنقدر نحن نكسره. بس خلينا نحط الاشياء الموجوده هنا ممتاز. ايش نحط هنا؟ صدق المعادن المشهوره خليها مثلا خليها قريبه، خليها قريبه. فالمفروض الايريديوم واليورانيوم ما نحط هنا، بس ما في مشكله. نحط هنا الحديد، الايرون، الايرون مثلا كثير فنحط له اكثر من واحد، اكثر من مكان نحط له ايرون. شوفوا الايرون خلنا له 3 صناديق. حلو هنا نحط المغنيسيوم وهنا المغنيسيوم. ايوه حط يا حبيبي حط 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 حط. يا سلام يا سلام ممتاز. صدق اليورانيوم كان نحطه مع الرد حقه، الايريديوم مع الرد حقه، واليورانيوم مع الرد حقه. لا 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 انا بشيل هذه ايوه وبشيل هذه، وهنا احطه كله حديد. هنا بصراحه احطه كله حديد، هذه الحديد مرة مهم، خليه كله حديد ممتاز. هنا نحط الأشياء عادة الثانية. أوكي يا سلام سوينا المخازن المطلوبة. شوفوا كيف مخازن كثيرة، هنا كله حديد، الحديد عشانه مهم. بعدين نجي هنا عند المغنيسيوم، حطينا المغنيسيوم. هنا التيتانيوم، ما في تيتانيوم. هنا السيليكون، أوب 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 أوب. ما عندنا السيليكون. أوف في بكرة برا في إيش؟ في نيازك. خلينا نشوف النيازك. يا اوف دخل جوه البيت، الله يستر. ان شاء الله اشياء جيده. خلينا نشوف ايش طاح من السماء. واو 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 واو، شوف الاشياء اللي تطيح فيها، لسه كلها اشياء تعبانه اصلا. هي خذ السيليكون، حلو ممتاز. ايش في شيء ثاني؟ كلها اشياء سيليكون وحديد، ما يهمنا ما يهمنا. طيب خليني افضي الاشياء هذه اللي معايا عشان ايش؟ بعدين نجي ناخذ الاشياء اللي طاحت عشان نقدر نروح نجيب سوبر اللوي. صراحه بروح اجيب سوبر اللوي. ايش اللي عندي؟ خلينا البذور هذه نحطها هنا. ايوه السيد نحط البذور هنا، هنا نحط البذور، ولازم نبدا نبني في البذور. وبرضو هذه السيد كلها نكتب هنا سيد. بعدين كمان هذه حتى هذه حنفصل فيها، لكن عشان نفضي الشنطه حقتنا هذه يبغى نحطها الفرتلايزر، نحطها هناك.
السلفر فين السلفر؟ شوفوا حطيت كل شيء هنا، كل شيء موجود هنا. ايوه هنا السلفر، ايوه خذ السلفر، ممتاز. الاريديوم هنا حطيته، فين حطيته؟ ايوه حطيت الاريديوم. والله مره شديد شديد النيازك، يبغى لي اروح اخذها. اليورانيوم حطيته هنا، يا سلام يا سلام. والسيليكون فين السيليكون؟ حطيته هنا، حطيت السيليكون. يا سلام. اسموزيوم فين موجود الاسموزيوم؟ هنا الاسموزيوم. فين ما حطيت اسموزيوم؟ ما سويت اسموزيوم؟ لا 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 لا، سويت اللي سويت. طيب طيب امورنا تمام. خلينا الفرتلايزر نحطه هنا، نحط الفرتلايزر في عند المختبر، عند المختبر نحتاجه اصلا. استني ايش اقدر اسوي فيه؟ خلينا نشوف ايش اقدر اسوي في الفرتلايزر. والله يا خطير، استني استني، في اشياء اقدر اسويها. هذه حق الخريطه كنت ابغى اسويها، يبغى لي واحد سيليكون واحد حديد، واحد سيليكون واحد حديد. ايش المشكله؟ المشكله عندي واحد سيليكون بس حديد ما عندي، شايفين هنا عندي واحد سيليكون بس حديد ما عندي. شوفوا النيازك كيف طاحت طاحت. خذ خذ، ايوه الومنيوم، حلو الالومنيوم ممتاز. مغنيزيوم، انا بعدين ان شاء الله باذن الله هذه المخازن اشتغل عليها واعبيها. طيب شوف الكوبالت كيف مرمي هناك، وشوف البحيره قامت تكبر، شايفين البحيره جميله قامت تكبر. يا سلام يا سلام، خذ يلا الاشياء هذه عشان دحين بروح اجيب سوبر الوي. خلينا ناخذ مويه عشان لا ننسى، وطيف يتشفى فينا. حلو ممتاز، ايوه تعال كذا خلاص. هذه اظن غلقناها صح؟ غلقناها. خلينا ناخذ الحديد اللي هنا، ايوه خذ هذا وخذ هذا وخذ البيت. وداعا وداعا. وكمان هذا البيت، في شيء طاح مني؟ لا ما في شيء طاح مني. خليني بس اسوي الخريطه من اول انا شغال عليها. ايوه ايوه حط لي واحد خريطه هنا، ممتاز. هذه الرسائل بقي لي، ايش بقي لي؟ والله لسه بقي لي اشياء هناك. ايش حطيت انا؟ انا ما حطيت حتى حقه اللي يفتح الوصفات، مهمه جدا حق فتح الوصفات هذه. ايوه حط لي واحد هنا، وحق الطاقه يبغى لي سيليكون، يبغى لي سكر. طيب هذه حق الخريطه اللي سويناها، خلينا نشوف ايش يبين لنا. يقول لي ما في ساتلايت، لازم نسوي ساتلايت، لازم اروح اجيب سوبر الوي بصراحه، لازم اجيب سوبر الوي. طيب ايش في شيء اقدر اسويه؟ شوفوا حقه الورود هذه، واحد من المتابعين يقول لي انت ما تحب الورد؟ كيف الوردي جميل يا حبيبي، الوردي الوردي جميل جميل الورد، بس ايش يبغى لي احط فيه؟ احط فيه شيء، ايش يعطي هذا؟ يقول لك يعطي اكسجين. خليني اخذ ورده من الاشياء اللي حطيتها ورا هناك، شايفين هنا حطيت السيد. ناخذ احسن ورده، احسن ورده هذه 150، هذه 200، ناخذ ابو 200 ونحطها هنا عشان تخلي المكان عندنا جميل، المكان يطلع جميل. ها تحط، يا سلام، هيا انمو انمو، شوف كيف تنمو رهيبه شكلها وهي تطلع. طيب دحين خليني اسوي بس اكسجين، اسوي واحد اكسجين. صدقني ما سويت الكرافتر العادي، الكرافتر العادي مره مهم، فينه؟ ما سويته، يبغى لي سيليكون. خليني اروح اجيب اشياء، اجمع اجمع، اشوف النيازك اللي طاحت هذه يمكن فيها اشياء مفيده. شوف 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 شوف، هذه الاشياء كلها كانت في النيازك. خذ، ايوه كيف تعرفها؟ اصلا تجي كذا جاهزه، ما تحتاج انك تدور عليها. خليني املي عشان اروح برضو املي المخازن عندي. جمع حبيبي جمع، خلاص عبينا عبينا عبينا. طيب اظن دحين نقدر نسوي بقيه الشاشات، يعني هذه الشاشه حق تفكر الوصفات مهمه، لازم نجيب وصفات ثانيه ونحط شاشه الطاقه مع بعض. انا احب الاثنين هذولا احطهم مع بعض، وهنا احط في جنب الشاشه حق هذا نحط حق الرسائل. ها بس يبغالنا نسوي ساتلايت، يبغالنا نسوي ساتلايت. تمام اوكي، ايش اللي باقي لي؟ ايش ابغى اسوي من الاشياء هذه؟ الديسبلاي، سوبر اللوي، اقدر اسوي سوبر اللوي؟ ايوه خلينا نشوف. ايوه الله، باقي لي مغنيزيوم، مغنيزيوم عندي مغنيزيوم، بس كم اقدر اسوي سوبر اللوي؟ صدق خليني اروح اجيب الالمنيوم، في الالمنيوم كثير، بس خليني اول شيء فعلا المغنيزيوم هنا اجيبه. ايوه اجيب مغنيزيوم كذا، نسوي واحد سوبر اللوي ونشتغل شويه على ايش؟ ايوه حط حط. يا سلام يا سلام، يبغى لي الومنيوم، بس يبغى لي الومنيوم واجيبه، بس خليني افضي الاشياء اللي عندي هنا. ايش ده؟ شوف الالومنيوم فين حاطه. تعال تعال اديني سوبر اللوي، وديني سوبر اللوي ثاني. اوف ايش انفتح معايا؟ النيوكلير رياكتور الثاني انفتح معايا، شكله مطلوب. اوه ثلاثة ردات اليورانيوم، هذا مصيبة مصيبة عشان نسويه. طيب ايش ابغى اسوي؟ ابغى اسوي حق الصاروخ انا، الصاروخ خليني اشوف ايش الاشياء المطلوبة حقته عندي ولا لا. نطلع فوق، تعال هنا يا حبيبي. ايوه نقدر، صدق الروكت ما هو عندي، الروكت انجن ما اظن في واحد عندي في القاعدة القديمة اللي هناك، لكن اشوف اقدر اسويه انا ولا ما اقدر اسويه. شوف النيازك، النيازك فوق كذا طاحت. فوق البيت، فوق البيت طاحت، ممتاز. ننزل تحت هنا
ونشوف ايش اللي نقدر نسويه. الروكت ما بيصير هنا الا الروكت يبغى له كمان ايش الرد. صدق اقدر اسوي واحد روكت. لحظة عندي رد، عندي رد جميل. يا سلام يا سلام. طيب ايش غير الرد يبغانا ثلاثة تيتانيوم. خليني افضي. فين الالمنيوم؟ الالمنيوم فين حطيته؟ شوف نيازك ورا بعض، نيازك ورا بعض. شوف هذا لما تضغطها يرتب لك الاشياء اللي عندك. اوكي هات السوبر اللو. ليه حاطط سوبر اللو هنا؟ طيب وحط التيتانيوم هنا. دوب ونيزك جاء ونيزك راح. هات اليورانيوم، نبغى ثلاثة يورانيوم. واحد اثنين ثلاثة عشان نسوي الروكت، عشان نطير لنا صاروخ. والنيازك ورا بعض عندي، مستلمين نيازك. هات واحد روكت. خلاص جبناه. نطلع دحين فوق في الدنيا الحمراء هذه، والنيازك اللي تطيح ورا بعض. نيازك بتطيح عندي ورا بعض. اوكي؟ ايش الصاروخ اقدر اسويه؟ باقي لي واحد سوبر اللوي. فين راح السوبر اللوي؟ نسيته. يلا اروح اجيبه. حطيته في مكان بالغلط. هنا اكيد هنا ولا هنا؟ والله ما نعرف اللي حطيته. استخدمته. طيب نقدر نسوي نحن. هات واحد المنيوم، واحد تيتانيوم، واحد سيليكون. ما عندي سيليكون. عشان نسوي سوبر اللوي لازم نسوي سوبر اللوي. حط الحديد هنا يا حبيبي، حط الحديد وحط الفرتلايزر هنا. اقدر اسوي كمان وردة ثانية عشان صاحبي ينبسط اللي زعلان عبده. شوفها وردة ثانية عند الباب هذا. شوف يا سلام، هنا مكانها. ونجيب له وردة جميلة. يقول لي عبده ما حب الورد. كيف ما حب الورد؟ في احد ما يحب الورد؟ الوردي جميل. كبرت حلوة. طيب خليني اروح اجيب الالمنيوم والاشياء اللي هناك موجودة. شوف طاحت الاشياء هنا، بس خليني اول شيء اخذ اللي في الصحارات، اول حفارات. ايش طاح هنا؟ ايش اللي طاح؟ والله طاح الليزك عندي، لكن هذا اهم شيء ناخذه. وهذا اوه ملينا. ان شاء الله باذن الله الحفارات هذه حتعبي لي الصناديق اللي عندي كلها. الالمنيوم جميل، الالمنيوم ما اقدر اترك الالمنيوم المرمي من النيازك. هنا جاني الالمنيوم، ما في، هذا كله نيازك ورا بعض متوصين فيها في النيازك. انا بس بخش هنا عشان اسوي سوبر الوي، عشان نطلع ونسوي الصاروخ حق الحراره. خلي الحراره تصير 1000%، عشان العداد حق الحراره راح يطلع بقوه. شايفين؟ ها انتبهوا للصاروخ، واطلع يا صاروخ. اظهروا بال. خلاص جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة انطلق. خطير. طير يا حبيبي. وداعا ايها الصاروخ، لقد كنت طيبا معنا. طيب خليني اروح اشوف الحرارة. والله اشوفه فوق ونيازك كمان. انا دوبي راسله وجات. اوف اوف اوف، ايش النيزك هذا؟ صدق ايش فيه؟ اوه يورانيوم. ماني عارف عشان رجمت صاروخ ولا لا. هات اليورانيوم يا حبيبي. هات. اوب 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 اوب. هات اللي بعده. فين؟ دور على كل الاشياء اللي تطيح حق اليورانيوم. يا سلام على اليورانيوم. يا سلام على الجمال. هات عشان نقدر نسوي ايش؟ عشان نقدر نسوي الرياكتور 2. في كمان غيرها؟ هات يا حبيبي هات. هنا واحدة جات وتفرتكت. الجميل. الشنطة، اوه الشنطة امتلت. لا ارمي الاشياء هذه يا حبيبي، وخذ اليورانيوم. اليورانيوم لا يعوض. اليورانيوم ايش؟ لا يعوض. ها شايفينه جميل؟ يا سلام. هذا ايش مبعد هنا؟ بعد. يا سلام بعد هنا. يشوف الدنيا ظلمت، شوف كيف مخضر اخضر جميل. ولا ادري ايش الليفل لو، وشكلي حموت. لا عندي اكسجين لو. انا دحين قاعد ماني منتبه، ابغى هذا يغلق يروح. ماني عارف كيف يروح. طيب الاكسجين حيروح، هذا ما راح اقول لك. خليني ارجع دحين القاعده. في اخ، يا سلام اكسجين لو. طيب شوف الجميل. اطلع يا حبيبي. شوف اليورانيوم. استني حموت. انا حموت عشان اليورانيوم هذا حيموتني. تعال رد. اقدر اسوي واحدة ثانية؟ نسوي واحدة ثانية كمان، بس نرجع. خلي بس اليورانيوم يبان من هنا. يا سلام، محظوظ بصراحة، محظوظ. ما انا عارف عشان رسلت الصاروخ ولا كذا بالحظ يعني جاء. بعد شوف المشكلة انه في بعضه يكون في الوسط كذا ما ينشاف، يعني زي هذا. انا ما انا عارف كيف اوصل له. استنى الحجار هذه تروح. يا سلام، سوي لي واحد ثاني.
ايش يبغى له، ايش يبغى له الرياكتور؟ ثلاثه ردات يا حبيبي، هذا ما عنده دلع. بعد لعب صدقوا جيعان. خليني احط حق الاكل. انا ليه ما حطيت حق الاكل؟ تعال في هذه الجهه، ايوه حط لي حق اكل، هذه المنطقه خليها حق اكل. ممتاز، ايوه حط لنا واحد هنا، ممتاز، ونحط لنا واحد هنا للاكل. يا سلام، وطافت الكهرباء. لا لازم نسوي كهرباء، لازم نسوي كهرباء. بس هات واحدة من البذور، هات باذنجان عشان نقدر ننمو وناكله. وشكله اروح للقاعدة الثانية اللي هناك عشان ادور على باذنجان. المشكلة ماني قادر اسوي حق طاقة، يبغالي حق طاقة. ما راحت هذه اللي هنا، شوف فود ليفل لو. طيب خلاص، خليني اروح للقاعدة اللي فوق هناك، يمكن احصل اكل فيها. تصدق الكهف اللي هنا اللي حصلته اول ما اخذ كل شيء فيه. ايوه خليني ارجع هنا اخذ الاشياء اللي جوته ان شاء الله، بس ما يكون غرق. ايوه الذكر هنا، ايوه فاكر اني ما قدرت اخذ كل شيء. اي والله تعالوا خذ، بس خذ يا قلبي. ايش اخذ وما اخذ؟ ورده جديده، الدنيا عندي امتلت. ما اقدر اخذ كل شيء. في شيء اقدر ارمي هذا بصراحه، واقدر ارمي هذا لانه بصراحه هذه الاشياء جميله. طيب خلاص نتركه بعدين نجيله. اوكي خلينا نروح القاعدة اللي هناك، يمكن احصل اكل. انا حموت بدون اكل، يمكن احصل في القاعده هذه اكل. خلينا نشوف. اكل، غرقت القاعده. في اكل؟ ما فيش. هنا في اكل؟ ما فيش. هنا ما في. روح هناك فوق. جيت للقاعده الجميله مع الحفارات الرهيبه اللي ما حشيلها، اللي ما حاشيلها. طيب ايش في هنا؟ في اكل؟ ما في اكل. هنا الله، يا في اكل، يا سلام. وبعدين هذه لازم ناخذها البذور بصراحه. اذا في يورانيوم اعطوني يورانيوم عشان ابغى اسوي حق طاقه. في يورانيوم هنا، في يورانيوم، خذ الالمنيوم واعطيني يورانيوم. ممتاز، وفي اكل كمان، خذ اكل ثاني، عبي الاكل. وهنا عندي اكل اصلا، شوف البصله قديش كبرها. طيب اظن كذا نرجع للقاعده دحين. نحن خذ الفابريك، بس الفابريك مره مهم. نرجع لقاعدتنا، شايفين البحيره كيف قامت تتعبى؟ يا سلام، المنطقه هذه كلها حتصير بحيره. طيب خليني اروح اشوف الحراره كيف طلعت لما ارسلنا الصاروخ ولا لا. ايوه اخش هنا، لسه اشوف بطيء الحركه، يعني بيتحرك بس بطيء. شوف الحراره كيف ذحين، الحراره بتتحرك. شوف عشان حطينا الصاروخ احس الحراره قامت تتحرك. يبغالنا كمان صاروخ للضغط، ضروري جدا جدا جدا. طيب اليورانيوم ما يكفي عندي يورانيوم صراحه، خليني بس ايش احط الاشياء هنا فيها. ايوه اليورانيوم رد حطه هنا، ممتاز، واليورانيوم العادي حطه هنا. طيب 1 2 3 4 5 6 بقينا 3 يورانيوم عادي. طيب ايش في شيء ثاني كمان؟ خليني احط الفابريك ونحط الاشياء هذا كلها هنا. الفابريك لا هذا، هات البذور، حط الفابريك هنا. هذا عاد الكوارتا، البلسار يا حبيبي. يا سلام، خلاص نحط هذه هنا الاشياء، ممتاز. هذه بنفكها والله، عندي الف شغله وشغله. بنحط البذور هذه هنا ونحط البذور هذه هنا، ممتاز. يا سلام، هذه المويه نشربها لانه العطش حيذبحنا. ولازم نحط شيء للنجتس، نحط هنا. فين اشياء النجتس؟ نحطه هنا. يا سلام رهيب. بعدين الالمنيوم نخليه هنا ونروح نستكشف منطقة السوبر الوي. في منطقة للسوبر الوي، فين الالمنيوم حطيته؟ هنا حطيته. اوكي يلا خذ. يا سلام في عندي كوبلت عشان اسوي اكسجين ولا ماني شايف الكوبلت هنا؟ والله شكله ما عندي. طيب خليني ذحين بس افتح الوصفه اللي عندي. ايوه شايفينه هنا. تعال افتح الوصفه وقول لي ايش الشيء يطلع فيها. يا سلام، ديكس حق الديكونستراكشن ليفل 2، ديكونستراكشن ليفل 2. كيف حنسويها؟ اظن لازم نسوي الكرافتر اللي قلت ابغى اسويه وما قدرت اسويه. يلا خليني اسوي الكرافتر، حط لي واحد كرافتر جنب الكرافتر هذه. ايوه يا سلام، ايش ابغى اسوي؟ ابغى اسوي الديكونستراكت ليفل 2. ايش يبغى؟ زولايت يبغالي يا حبيبي، والزولايت صعب. طيب خلينا بس نسوي اكسجين، واحد اكسجين معانا، 2 حديد نحطهم هنا ونتوكل ونستكشف المناطق. يلا حط الحديد هنا، حنحتاج الحديد. طيب في منطقه بروحها اللي عند بعد كهف الاريديوم، شايفين؟ خلينا نروح الكهف هذا حق الاريديوم.
يا سلام، وصلنا الى الكهف الجميل، ناخذ اكسجين ونشوف هنا ايش في شيء يستاهل. لا خلي اقول لك، خذ سوي اكسجين ثاني، سوي اكسجين ثاني عشان لا تتورط. تمام، كانه في ثلج، سوي مويه معاك. ها حلو، خلينا نطلع من فوق، ابغى اطلع انا من فوق من هنا. ايوه، ايش هذا؟ الومنيوم، الومنيوم لذيذ، مع اني والله قلت ما حشيل، ابغى اخلي الاشياء، اخذ سوبر اللوي. في سوبر اللوي هنا، في شلالات هنا، في شلالات. شوف كيف الاريديوم، ما اقدر اقول له لا بصراحه. ايش هذا؟ ثلج. الكهف بارد، الكهف بارد، ما راح منه الثلج. شوف لازم انط. ايش ال ايش بومراض ياخذوا؟ ايوه تعال اطلع فوق، اطلع هذا المنطقه. شوف كيف كان هذا بارد. ايش هنا؟ في شيء انفتح. المره اللي فاتت ما كنا نقدر نعدي عشان كان يبغى له حراره. جينا المنطقه جديده جدا. هنا لما نحط حفاره يبغى لنا سيلفر، يطلع لنا السيلفر. هذا مكان السيلفر. طيب نروح قدام نحصل شلالات. صدقوا انه يبغى لنا، خذ 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 حديد. عشان ايش؟ عشان حنسوي لنا غرفه، لانه حنتورط. ايش؟ شوف السيلفر الجميل، شايفينه؟ يا سلام. خذ التيتانيوم كمان. فين التيتانيوم؟ انا شايف تيتانيوم، لانه حنحتاج انه نبني غرفه. ايوه غرفه، ويبغى لنا سيليكون كمان، يبغى لنا سيليكون عشان لا نتورط. طيب اذا في سيلفر، في صناديق ذهبيه، قولوا لي يا متابعين، قولوا لي عشان لا اتورط. الومنيوم، وهذا شوف السيلفر كيف مرمي، يعور لي قلبي لما اشوفه، ما اقدر اتركه. ما يا خاتم السيليكون. ايوه تمام، حلو. خذ الحديد هذا. فين الصناديق؟ ما في صناديق، معقولة؟ شوف كيف هو أصفر، أصفر كله سيلفر. السيلفر هو عبارة عن كبريت، ريحته الله لا يوريك، معفن مرة، معفن الكبريت، معفن. يا سلام يا سلام، هنقعد ندور. أظن في كهف هنا، أنا فاكر في كهف جميل جميل جدا. طيب خلينا بس أحط الغرفة. أيوه غرفة جميلة كذا، ونحط لها باب عشان ناخذ اكسجين، بس ناخذ اكسجين. حلو، ونرجع كمان لو نقدر نسوي صندوق يطلع سلام. ما نقدر نحط صندوق كبير، ناخذ حديد ونسوي صندوق كبير. نسوي صندوق كبير ليه؟ عشان نحط فيه الاشياء، نحط فيه الاشياء ونرجع لها. بعض المتابعين يقول ليه تحط الاشياء وما ترجع؟ لا نحط الاشياء ونرجع لها. ناخذ واحد اكسجين واحد مويه هنا. يا سلام، خش هنا، اظن هنا في سوبر اللوي، شايفين؟ انا فاكر انه هنا في سوبر اللوي. شايف كيف الواحد فاكر اللعبه؟ طيب يا سلام، سوبر اللوي، حيجينا صاروخ، صاروخ حق ضغط. يا سلام، حلو حلو حلو، شوفوا يا سلام، مره مليان. في كهف حيجينا هنا جوا. هات هات هات، عبي عبي يا حبيبي، عبي على السوبر اللوي. لا تاخذ الا سوبر اللوي بس، ابغى ارجع الدنيا هذه كلها تكون سوبر اللوي. تمام، اظن حتى لو حطينا حفاره، بس مو حفاره ليفل 1. إيه هنا في كهف حفاره، اظن ليفل 2، اظن ليفل 2. ليفل 3 هي في ليفل 1 و2 و3 1، بس اظن حدها الالمنيوم. يا سلام، شوفوا 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 الدلع، شوفوا الدلع. انا اهم شيء ايه؟ شوفوا الكهف هذا في اسموزيوم يا وسيلفر. لا يا حبيبي لا تملوني، انا ما عبيت. شايفين؟ يا سلام يا سلام على كهف الاسموزيوم، حلو رهيب. بس لو في صندوق ذهبي يكون روعه بصراحه. ايه خذ، ايش هو؟ خذ مرات ما نعرف ليه يعلق معايا. طيب شوف، ما خلي لكم ولا شيء. صندوق صندوق صندوق. يا سلام، عبيت كل شيء، عبينا سيلفر كبريت واسموزيوم، وحنسوي حفارات جميله. الحفاره ايش يبغى لها؟ عشان نحط واحده حفاره نشوف يطلع لنا سيلفر ولا ما تطلع لنا سيلفر. صدق يحتاج يريديوم رود، انا لو ما عندي يريديوم رود كنت سويت، يمكن حصل هنا. يا سلام، يا قلب لا تحزن، يا قلب لا تحزن. طيب ارمي هذا وارمي هذا، ارمي كذا، لا لا تحطه كذا، ارميه عشان نقدر نتخلص منه. هذول الاثنين لازم منهم. طيب اشرب المويه، وخذ الاكسجين، وخذ هذا وهذا وهذا، دمره. يا سلام علينا، يا سلام. اظن لازم نرجع نحط الاشياء في ايش؟ نحط الاشياء. شوف كيف الكهف شكله كانه من جد سوبر اللوي. نرجع دحين وبعدين نكمل طريقنا، نروح ايش؟ اوه في صندوق هنا كمان. صدق انه ما عندي حديد، ما عندي حديد اقدر اسوي. ايوه يا قلبي يا قلبي يا قلبي. طيب ايش حسوي؟ حنزل السلفر هنا واخذ الحديد وارجع لك يا سلفر، ما حتركك، عشان اسوي صندوق كبير واحط فيه الاشياء وارجع له. انا عندي اهم شيء دحين اني اخذ الصاروخ، اسوي صاروخ عشان الضغط
ينزل. انت انا ليه نقول له عندي انا ليه اقول تعال يا حبيبي تعال، خلي السوبر الوي عندي مهم جدا. السوبر الوي ما... والله حتى لو سموزيوم بس خليني اجمع سوبر الوي. طيب اجمع سوبر الوي وارجع للصندوق الجميل اللي هنا، كان فيه اشياء جميله بصراحه ما قدرنا نغلقها منها كلها. يلا خذ كل شيء عندك وبعدين ارمي هذه الاشياء. هذه الاشياء ايش الدلع هذه؟ هذه عندنا في القاعده قديش نجيب منها؟ طيب وفي اشياء طاحت في الارض، حنضطر ناخذ السلفر لانه السلفر من الاشياء الغاليه ما هو رخيص. كبريت يا حبيبي كبريت. طيب في سوبر الوي، في سوبر الوي، في ها ادوني سوبر الوي. ابغى اطلع صواريخ اليوم للصبح للصبح. بس عارفين ايش المشكله؟ انه لازم اسوي الروكت انجن. الروكت انجن ايش كان يحتاج؟ نشوف ايش كان يحتاج. ايوه طيب ها السوبر اللوي، شوف كيف مليون. خلاص ايش الدلع هذا؟ ايش الدلع؟ شوف بقيلي شوية وامتلي، حزعل لو امتلي. اتذكر كان في صندوق ذهبي في هذه المنطقة بس ماني عارف فينه بصراحة. خلاص اظن لازم يبغاله جية ثانية. المكان هذا المكان يبغاله جية ثانية. في اكسجين هنا ايوه، عشان لو أيوة ايش هذا الشيء؟ سوبر اللوي برضو. يا سلام ما في صندوق ذهبي يعني بتعطوني هنا صندوق ذهبي؟ شوف المنطقة كيف، منطقة كلها رهيبة. طيب اظن خلاص. اوه شوف الصناديق مرمية هنا في كل مكان، في كل مكان في صناديق وفي ايش اشياء جميلة. هات الاشياء الرد يا حبيبي، كنت اقول لك ابغى جاني لين حدي. خلينا نحط هذه، هات اقدر احط حفارة. ايش الحفارة؟ يبغى لها تيتانيوم بس، واسموزيوم عندي في القاعدة هناك، في القاعدة في اسموزيوم. طيب اشرب المويه هنا، خليني احط لي حفارة اشوف في منطقة السلفر هل ينزل لي سلفر ولا لا. لو ما ينزل لي سلفر لا اسوي حفارة عندي في القاعدة. ايوه هات الاسموزيوم يا حبيبي، هات الاسموزيوم. حط هذه هنا، ليه رميتها وهات الاسموزيوم. هات لي واحدة اسموزيوم كذا. ايوه ها اقدر اسوي الحفارة دحين. يبغى لي تيتانيوم بس يبغى لي تيتانيوم. خليني بس احط اشياء هنا عشان ايوه ممتاز. اروح اجيب التيتانيوم وابني في محل السلفر. فين التيتانيوم؟ فين راح التيتانيوم لما تبغاه ما تحصله؟ يا كثر الصناديق هنا، يا كثر الصناديق. تعبتوني نفسيا، تعبتوني. ايش في؟ والله الشريحه هذه مهمه ما اقدر اتركها بصراحه، ما اقدر. هات الشريحه وسوبر الوي كمان. عندي السوبر الوي اهم من السلفر الان في هذه الفتره. اريديوم لازم اريديوم عشان نسوي حق طاقه، هذا يبغى لنا نرجع لها. والفابريك من الاشياء النادره، فابريك يبغى لنا. مو والله مو نادر صح، مو في الاخير سووه حطوا له ايش؟ حطوا له اظن نسوي دوده قز. صح نقدر نسوي فابريك بعدين على كيف انا. بس خلينا نجي هنا نحط حفاره. يا سلام، ما اقدر اترك هذا ما اقدر اتركه بصراحه. اليورانيوم عشان ابغى اسوي حق طاقه. دحين لو حطيت الحفاره اصلا ما حتشتغل. افتكرت انه ما عندي طاقه. بس اشوف هي تطلع لي سيلفر ولا لا. خلينا نشوف هذا الكهف البدايه تجينا منه. نحط الحفاره حق السيلفر هنا. هاي يا حبيبي حطها. والسكر كهرب انا عارف، بس هل حتطلع لي سيلفر؟ ما اعرف. ما اعرف. اقول لك خليني ارجع القاعده واسوي لي ايش؟ اسوي لي والله كم عندي؟ عندي اظن هناك 6 7 8 باقي لي 1 يورانيوم. طيب رجعنا القاعده. حلو. طيب ايش بسوي بصراحه؟ انا مره مهمه هذا بصعب. من فين اجيب الاكسبلوسيف؟ انا كنت ابغى اسويها، اكتشفت انه ما عندي الاكسبلوسيف يا حبيبي. ما اكسبلوسيف يحتاج والله بسيط الاكسبلوسيف، كنت احسبها صعبه. لا 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 تعال هنا، تعال خلينا نفضي الاشياء هذه. السوبر اللوي، فين السوبر اللوي؟ حط السوبر اللوي، نجيب الترتيب احط السوبر اللوي هنا كلها عشان بس نفضالك لما نغلق. وهذه يبغى لها فكها. هات واحد اريديوم يا حبيبي، هات واحد اريديوم. ايوه نقدر نسوي اكسبلوسيف. ايش اللي بسوي ذحين؟ ابى افك واحده من حقون الطاقه اللي في ال 1 هذه، ابى افك واحده من هذه واحط هذه، لانه هذه كم تعطينا؟ 86، هذه تدي 331، فاظن انها حتكون افضل. شايفين؟ طيب ايش ابغى اسوي؟ قلت لكم الاكسبلوسيف ايوه، عشان اعرف انه باقي لي بس واحد رد وثلاثه مويه واجيب الثلاث الردات. طيب بسيطه ناخذ معنا ثلاثه مويه ونسوي المطلوب هذا. بس قبل ما نسوي المطلوب نرجع هنا ونفك الوصفات اللي عندنا. يا سلام ايش طلع هذا؟ ايش هذا؟ منيو فلتر مايكرو. اوه والله في اشياء كثيره فتحت اشياء. هذا حقه الجي بي اس، وهذا حقه ايش؟ فلير. اوه والله اشياء جديده ما اعرفها. طيب
خلينا ناخذ المويه كلها اللي هنا حلو، ونرجع ناخذ لنا واحد سوبر الوي، واحد سوبر الوي، وناخذ لنا واحد رد من هنا. شايفين فين الردات حطيت انا؟ فين وديت الردات؟ والله ماني عارف. ايوه فجعت. كم عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، بس باقي لي واحد واسوي رد. طيب خليني ارجع الحين افك واحده من النيوكلير القديمه ونشوف كيف نسويها. نرجع للقاعده اللي هناك، شوف في يورانيوم تحت طاحنه. اوب 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 اوب، لا يا حبيبي لا تفكفك ولا شيء، لا تفكفك ولا شيء، خذ اليورانيوم اللي هنا يا سلام. وارجع ولا اسوي عندي هنا؟ طيب خليني اشوف، ابى اسوي الحركه هذه، استنى خليني اشوف الحركه. الطاقه كم عندي؟ 710 الطاقه الان، 710. طيب لو فكينا هذه كم راحت الطاقه صح؟ ونحط ليفل 2، شوف كبيره كم الطاقه تصير عندي، كم الطاقه؟ شوف كان 700 955. تصدقوا والله الواحد لازم يفكفك القديمه وياخذ الجديده. طيب خليني دحين اقدر اسوي الرد، خليني اروح اجيب اسوي الرد هذه، اسوي واحده من هنا، اخذ اللي عندي هناك واسويها وارجع. تصدق عندي اهم شيء اني اسوي الصاروخ، سوي الصاروخ يا حبيبي، سوي الصاروخ. عارفين انا لما سويت حق الحراره، شوف الحراره تمشي صح، الحراره وقفت، لما سويت حق الحراره جاني يوراديوم، جاني يورانيوم، لكن لو سوي حق البريشر اظن لازم نسوي دحين حق البريشر صح؟ البريشر يبغى 3 سيليكون. طيب ويجيب لي ايش؟ ويجيب لي ريديوم، لكن حق الحراره يجيب لي يورانيوم. خلينا اجيب الحين، لا حق البريشر لازم نزود البريشر بصراحه. الفود عندي تعبان. طيب طلعت معايا الباذنجانه اللي حطيتها، ايوه خلينا نشوف طلعت ولا لا. يا سلام شوفوا قديش كبرها، طلعت طلعت حبيبي، خذها وكلها. خبش 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 خبش، تمام يلا تطلع واحده ثانيه. اقدر اسوي باذنجانه ثانيه، يبغى لي حديد، يبغى لي بس حديد وعشان احط واحده ثانيه باذنجانه. يلا ها خذ، يا سلام يا سلام، تخش من هرجه تخش فرجه يعني، بس المهم اكل عندنا مهم. طيب ايش نحط عندنا هنا؟ نحن عندنا باذنجان، نحط بصل ولا في غير البصل؟ نحط بصل، خلاص واحد باذنجان واحد بصل، لازم ايش يشكل عشان يطلع عندنا سلطة. تمام طيب ايش قلنا نبغى؟ سيليكون، فين السيليكون؟ خلينا نجيب سيليكون يا حبيبي، ما في سيليكون هنا، شكله روح عند الحفارات. شوف الحفارة هنا في سيليكون، واحد سيليكون، ايش هذا ايش هذا؟ الله خليني اوزع هذه، هذا السيليكون الثالث، ونقدر الحين نجيب صاروخ حق ضغط يرفع لنا الضغط 1000% 1000%، وينزل لنا نيازك إريديوم. نيازك ايش؟ إريديوم. يلا اجهز الصاروخ يا حبيبي، يلا شايفينه كيف جاهز؟ والله شكله ما يختلف، لا يختلف عن اللي قبله، صدقوا شكله غير. يلا اروح ارفع لي الضغط وجيب لي ايش؟ وجيب لي إريديوم يا حبيبي، جيب لي إريديوم. نستناه بس يطير، طار، يا سلام يا سلام. هذا حيث تجيك النيازك على طول، النيازك اصلا ما تصدق يطلع الصاروخ من هنا، النيازك تجيك من هنا. شايفين؟ والله لا ما جات النيازك، ايش هذا؟ ها جات النيازك، جات، شوف كيف؟ اوه علي واحد، علي هنا، هناك واحد جا. اوف والله الحمد لله انه الاشياء حقتي ما تتكسر. شوفوا جواتها تحصلوا الاريديوم، يا سلام. جمع يا حبيبي جمع، خليها تطيح ونجمع ريديوم للصبح، جمع ريديوم للصبح. شوفوا كيف طاح هنا فوق الجبل، فوق الجبل الجميل، وماني شايف فين راح، طاح بس كذا بدون ما يطلع لي ولا هو فوق. يشوفوا هنا الاحمر، اوه لذيذ لذيذ كذا، تحسه طعم ولذيذ. يا سلام انزل يا حبيبي، ماني عارف الريديوم هذا ايش هو في الحقيقه، ايش يسميه؟ شوف 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 كذا، ماني قادر اخذه، ماني قادر اخذه. طيب واللي هنا طاح، اللي هنا طاح، الاكسجين بيروح علي وانا قاعد اخذ في الاريديوم، الله يقطع ابليسه. يا سلام على الاريديوم، يا سلام، فين فين؟ بعده بعده، خلي الجميلات تاخذ الجميلات. ايوه يا سلام يا سلام، تعال تعال، الله عليكم يا الله، حجينا يا هنا يا ايوه ايوه تعال. خليها استناها تغلق بس تروح، تروح الصخور ونجي ناخذها الجميله هذه. كيف الضغط الحين؟ كيف الضغط بيتحرك ولا ما بيتحرك؟ بيتحرك الضغط ولا يبغى لنا كمان صواريخ؟ خلي الله يتحرك، قاعد يتحرك بشويش
بشويش. طيب كم بقينا على البحيرة؟ 28%. وبيتحرك وبيتحرك، نيجي هنا ونقول له يا حبيبي اديني رد. تقدر تسوي رد ثانية؟ لا ما يقدر يسوي رد ثانية. واظن اعزائي المتابعين يكفينا هذا القدر، نكمل ان شاء الله في الحلقات القادمة. لكن ايش حقول لكم، المرة هذه حتأخر عليكم اسبوع، استحملوني، بس ان شاء الله باذن الله بعد اسبوع اجيكم، احاول اطلع حلقة بعد هذه الحلقة. في امان الله.